من ساحات احتجاج بغداد والبصرة وكربلاء وبابل وغيرها هرع ناشطون ومتظاهرون لنجدة شباب الناصرية الذين تلقوا بصدور عارية رصاص الحاقدين، لم يخشوا التدابير الأمنية، فهنالك ثكلى تبكي وليدها المصاب، ولا بد من الوصول إليهم ونجدتهم حتى التقوا في ساحة الحبوب مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، واعتصموا معهم منددين بالقمع الوحشي الذي طال الثوار. اليوم جينا من بغداد مضامنين ومعتصمين مع أهلي وناسي بالناصرية، من خيمة نازل آخذ حقي للدعم اللوجستي بساحة التحرير. من شفناه ما ظلهم، يعني خلال يومين أبقى الشهداء الناصرية بحدود تقريبا ما يفوق 115 شهيد خلال الأربعاء والخميس. تعنينا لهم وجيناهم كل رحاب الصدر ومحتصمين وياهم من بغداد، وبعد أكو ناشطين نحو القدوم من البصرة من جميع المهام، من كربلاء من النجف، كلهم راح يجون بساحة الحبوب. الناشطون أكدوا أن عدد جرح الاحتجاجات كبير جدا وأن الوضع الصحي متردد جدا، مطالبين وزارة الصحة بنجدتهم. شفنا المستشفى عدد الجرحى كلش هائل، ضامننا الآن شباب جون البصرة جايبين دم مساعدات طبية الناصرية. نطالب وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة المستشفيات هنا ما عندهم، شفنا مستشفى أهلي قاعد يستقبل الجرحى ومجانا، الكوادر الطبية ما تلحق، الأجهزة تعبانة، المستشفيات هنا نقدر نقول بسيطة جدا، تكاد تكون ماكو مستشفيات. عدد الشهداء كلش هواية، الجرحى اللي بحالة خطرة كلش هواية، مضامنين ويا أهلنا بالناصرية وبذي قار. بإمكانيات وتبرعات محدودة قدم الناشطون مساعدات طبية ولوجستية لأهالي المحافظة المنكوبة وجرحاها، على أمل أن يتعافوا سريعا ويعودوا لساحات الاحتجاجات من أجل نيل المطالب.